لكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان والعالم. رجعنا ورجع الفوتبول طبعا دائما عبر شاشه ام تي في انطلاقا من كاس النخبه التنشيطيه يلي هي طبعا البطوله التقليديه يلي قبل كل موسم تستعد من خلالها فرق النخبه، فرق يلي كانت موجوده بمقدمه الترتيب بالموسم الماضي، عم تكون موجود ست فرق بالوقت الحالي ضمن منافسات كاس النخبه يلي هي مناسبه لنا ولكم لنتعرف عن الوضع الاول. اليوم مباراة قمة ديربي، مباراة دائما عنوانها مهم جدا بغض النظر شو هي البطولة شو وضع الفريقين. عم بحكي طبعا عن قطبي الكرة اللبنانية الأنصار والنجمي اللي عم يتواجهوا اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي ضمن مباريات المجموعة الثانية بكأس النخبة يلي بتضمن أيضا إلى طبعا يعني بننطر من خلالها انه الفريق النجماوي يقدر يقدم نفسه بشكل او باخر بصوره جديده من بعد ما استراتيجيه اللي انوضعت انه النجم رح يلعب بتشكيله شابه هالموسم ويبني للمستقبل، بالمقابل الانصار يلي عزز صفوفه بشكل رهيب وخصوصا بعد تعاقده مع النجم حسن معتوه. رح نحكي اكثر عن وضع الفريقين، رح نحكي اكثر عن كاس النخبه مع كابتن جمال حاج. مره جديده برحب فيك عبر شاشه ام تي في. ضيف عزيز ببيتك كابتن جمال، وبننبسط نحن وياك دائما نحكي فوتبول وخصوصا بهالمرحله يلي هي مرحله تحضيريه لكل الفرق، للانصار للنجمي لغيرهم الموجودين بكاس النخبه. اليوم مباراه فينا نقول من دون حسابات كثيره، مباراه تجريبيه ان كان لنزار محروس او ان كان بالنسبه لطارق جرايا. يعني طبعا المباراه بالنسبه للمدربين مهمه جدا، كل واحد بده يشوف شو صوره الفريق يلي ممكن يقدمه وشو صورة يعني طبعا الجمهور يلي بينطروا من الفريق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية هي مباراة مثل ما حكينا هي توقيتها هيدي البطولة اصلا كلها مش مناسب للمدربين وبتعمل لهم ارباك بتوقيتها، لانه الفرق بعدها مش جاهزة لتخوض مباريات على مستوى تنافسي. كلهم حوالي 3 أسابيع بدأ الفريق بالتحضير كل الفرق، فبالتالي يمكن بعض الأندية بتكون بهاي الفترة ما بلش باستعمال الكرة بتحضيراتهم، لكنه بالمبدأ العام عم بيحاولوا المدربين يستفيدوا منها ويستغلوها ليشوفوا وضع اللاعبين عندهم شو نواقصهم، وضع اللاعبين الأجانب ممكن يعتمدوا عليها بالمستقبل، بنفس الوقت يرفعوا مستوى المخزون البدني عند اللاعبين، مشان هيك ما في أي مثل بقولوا تقييمات او فيك تيجي تستدل عليها من خلال هالمباريات، الا انه المدربين يقدروا يشوفوا عندهم حساباتهم الخاصه فيها. لا شك انه فريق الانصار وفريق النجمه بيبقى ديربي وبيبقى الفريقين ما بحبوا انه يفوزوا بهالمباراه، والجمهورين بتعني لهم كثير المباراه، لكنه بتبقى هيدي مباراه وديه تنشيطيه للمدربين عندهم حساباتهم الخاصه ونتيجتها ما بتعكس كثير من حقيقه مستوى كل فريق بالمباراه. شفنا تشكيله الانصار على الشاشه وهلا تشكيله النجمه. كابتن جمال حاج سريعا رح مر على تشكيله النجمه بما انه موجوده امامنا على الشاشه. علي السبع بحراسه المرمى، 3 لاعبين بخط الدفاع، علي فاروق، قاسم زين، وحسين شرف الدين. على الجهه اليسرى رح يكون موجود عبد الله عيش، محمود قعور على الجهه اليمنى، بيناتهم مهدي زين وحيدر خريس، لاعبين على طرفي الملعب علي الحاج وخليل بدر، وامامهم ابودو ايساكا اللي هو المهاجم الغاني جديد بسقوط فريق النجمه. بالمقابل الانصار حسن مغني بحراسه المرمى، 4 لاعبين بالدفاع من اليمين الى اليسار، حسين عواده، البرازيليين جواو باولو وموزيس لوكاس، حسن شعيط وشبريكو على الجهه اليسرى، جهاد ايوب وحسام اللواتي هن كلاعبي ارتكاز، امامهم عباس عتبه هن على طرفي الملعب من الجهه اليسرى، حسن معتوق من الجهه اليسرى اليمنى، حسن سعد سوني وموني حسن شعيطو راح يكون موجود بمركز راس الحربة، الغياب الابرز هو الحاج مالك اللي موجود على مقاعد البدلاء. خليني بلش كابتن من تشكيله فريق الانصار، تشكيله هجوميه بامتياز، عندنا جهاد ايوب وحسام اللواتي، لاعبين عم بيكونوا موجودين بمركز الارتكاز لكن بنعرف كثير منيح انه هن صانعي العاب، عندهم نزعه هجوميه، اونيكا معتوق سوني موني، الكل بيعرفوا قدراتهم الهجوميه، يعني 5 لعيبه عمليا بوسط الانصار بين الوسط والهجوم هن قادرين يوصلوا للمرمى. لا شك فريق الانصار بالموسم القادم حيكون فريق قوي كثير، عنده
عنده ترسانه هجوميه كثير كبيره باستخدامه واضافه للموسم الرائع اللي قدمه الموسم الماضي. استخدامه حسن معطوه حيعطي اضافه للفريق يصير منافس اكبر على اللقب. تواجد اللواتي بمركز الارتكاز هو امر مفيد جدا لصناعه اللعب، وهون المطلوب كيف يقبل الدور وكيف يقدر يتعاطوا معه اللاعبين، واذا ما كان قام بهذا الواجب بيعتقد بيساعد الفريق كثير بتخريج الكره من الخلف، وبالتالي اوصال الكرات بسلاسه وبسهوله اكبر للاعبين الوسط والمهاجمين لحتى يكون الفريق فعال اكثر من الناحيه الهجوميه. بعتقد لحكيك دغري على انتقل على فريق النجمه، النجمه عم يلعب ب 5 4 1 حول 3 4 3 يعني اذا كان خليل بدر مثلث هو علي الحاج مع المهاجم اساكا، اذا قدروا يفوتوا على نص الملعب خلف اللواتي النقطه اللي عم تقول عنها وجهاد ايوب يستلموا بين قلبين الدفاع وقلب الدفاع والارتكاز، ممكن يعملوا مشاكل كثير كبيره لفريق الانصار اذا ما قدروا يتواجدوا ويستلموا بهذه المناطق بيعملوا مثلث مع المهاجم الاجنبي. لكنه بالمبدا العام من طريقه لعب فريق النجم مبين الفريق بيكون متحفظ وبده يلعب على رده الفعل مش حيكون مبادر، نتيجه تواجد 5 لاعبين بخط الدفاع وممكن تحول من 3 4 3 لل 5 4 1. وبعتقد انه لاعبين خط الوسط اليوم عندهم دور كثير كبير، وهيدي اللعبه بدها تدريب، بدها وقت وانسجام بين اللاعبين يعرفوا كيف يتحركوا، خاصه اللاعبين اللي بده يكونوا على الاطراف يدخلوا على النص وبالتالي بالعكس، فهل هن قادرين اليوم يطبقوها؟ وهذا سؤال كثير كبير. هذا سؤال مهم خصوصا انه حسام اللواتي يعني هيدا مركز جديد، يعني بعد ما بدا على الجهه اليمنى مع الانصار الموسم الماضي رجع لعب خلف المهاجم او بالوسط المهاجم بمهمه صناعه الالعاب، اليوم موجود كلاعب ارتكاز، رح نشوف كيف عم يأدي، رح يكون عم يأدي قدام مع جهاد ايوب كمان لاعب جديد، وشفناه مع فريق البقاع بيلعب كصانع العاب ايضا مش كلاعب ارتكاز. هون النقطه اللي تحدثت عنها وجود علي الحاج وخليل بدر، هل التزامهم رح يكون على طرفي الملعب فقط لا غير، ام لازم روحوا اكثر بالعمق، وخصوصا انه مهدي زين وحيدر خريس بعيدا من محمود كعور وعبد الله عاش اللي قادرين يعملوا الاضافه الهجوميه رغم التحفظ يلي رح يكون عند عبد الله عاش، قادرين يفوتوا اكثر بالعمق ليساندوا ايساكا كمهاجم وحيد ما يكون معزول؟ على الاقل واحد منهم لازم يكون معه، على الاقل واحد منهم بده يكون معه، والمسانده مطلوبه من اللاعبين الارتكاز او من اللاعبين الظاهرين، يعني اذا الكره استلمها على الحاج عمالة الشمال لازم يكون عنده خياراتي، لازم قعوار يكون ماشي وعنده اساكا بالعمق وقعوار عن جهه اليمين وقريب منه خليل بدر، وكذلك امر بالعكس بالنسبه لخليل بدر، لازم على الاقل واحد يدخل على النص واحد من الظاهرين يساندهم لحتى يكون عندهم حلول ليعرفوا يتصرفوا بالكره ما يكون في عليهم كثافه عدديه، لكن انا برايي لازم ينتبهوا يصبروا النجمه ويلعبوا على الهجمات المرتده وعلى المساحات وقادرين مطرح من المطارح. برجع بقول لك بسرعه خليل بدر وعلي الحاج انه يكونوا مزعجين اذا ما صبروا وعرفوا كيف يتصرفوا، لكن اهم شيء يكون انا برايي هل هن حافظين الادوار الدفاعيه كيف يتحركوا وكيف تبادل الادوار، مين هو اللي بده يدافع مع مثلا مع المعتوق على الجهه اليسرى اذا خليل بدر لحه علي الحاج يضب على النص ليعمل ثالث مع حيدر خراس ومهدي زين، لانه حيكون في لاعبين وسط ضد ثلاثه في كثير من الاحيان لعيب الانصار ثلاثه حيلعب ضد اثنين حيدر خراس ومهدي زين مقابل اونيجا واللواتي وجهاد ايوب، هون واحد من اللاعبين الظاهرين هل هو اللي حيكون يساند نص ملعب ولا واحد من خليل بدر وعلي الحاج، هذه لازم تكون مدروسه ويعرف المولع. كابتن من نقاط القوه عند فريق الانصار يلي بالمناسبه كان افضل هجوم بالموسم الماضي 56 هدف 38 منهم تسجلوا بين سوني موني الحاج مالك وحسام اللواتي، اليوم اللامركزيه اللي كانت موجوده عند فريق الانصار مع المدرب عبد الله ابو زمع كانت نقطه القوه، اللامركزيه مفروض تكون حاضره اليوم وخصوصا عندما موني يخرج من مركز سوني بيروح محله حسن معتوق يلي اصلا بحب ياخذ الدور الحر، الى اي مدى اليوم بدي اسال عن نقطه حسن معتوق اكثر من غيره، الى اي مدى اليوم رح يشعر بالحريه على ارض ملعبه وراح يحس انه ظهره محمي اكثر من ما كان عليه الامر مع النجمه بوجود لاعب مثل الشبريكو بيعرف كيف يشتغل على طرف الملعب. الاسلوب الانصار واللاعبين نوعيه لاعبين تمرير الكرات القصيره حيستلم كثير من الاوقات حسن معتوق، حيستلم كثير بيستلم اكثر، حيكون مساند هجوميا ودفاعيا، ولا شك وجود بوني اليوم بالهجوم يمكن ليستند عليه، في نقطة زي اليوم نحن بنعرف انه الفريق كله مش جاهز، الفريقين حسن معتوق مش جاهز، لكنه عم يلعب على مالة قعوار وعلي فاروق، اللي ممكن اذا كان بيوم اليوم حسن معتوق وكان موني عم يعرف يسند له او اونيجا ممكن يشكله خطورة كبيرة على دفاعات. دور الشبريكو بدي احكي عن هالنقطة، يعني لاعب بيعرف يشتغل على الخط بشكل كثير منيح هجومي ودفاعي بنفس الوقت، وبيعرف حسن معتوق كثير منيح وبيقدر يحمي له ظهره قبل بدايه المباراه سريعا. صحيح انه بتضيف لشبريكو حتى في نوعيه الصداقه والتفاهم مع معتوق، هذه بتساعد على الانسجام اكبر بين اللاعبين، بتلاحظ انه موني واونيجا ومعتوق وشبريكو في صداقه وهذه بتساعد اللاعبين على الانسجام بشكل اكبر والتفاهم اكثر، بعتقد شبريكو حيعطي قوه اكبر حريه اكثر لحسن معتوق يكون يقدم مستوى افضل مع الانصار. كابتن جمال بدي اشكرك، اكيد رح نرجع نلتقي نحن وياك بين شوطين
اللقاء لنحكي أكثر عن أول 45 دقيقة بين الأنصار والنجم. مشاهدينا ثواني قليلة وبتنطلق المباراة على ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس. مباراة رح يقودها الحكم ماهر العلي بعونه بلال عرفي وعلي المقداد، والحكم الرابع رح يكون مصطفى سعيفان. طبعا ثواني قليلة وبتنطلق هالمباراة. الحكم ماهر العلي طبعا يعني ما نشوف على ما يبدو وكأنه شفت بطاقة مع الحكم ماهر العلي، ما بعرف إذا الأمور بدأت عم تحمى يعني على أرض الملعب قبل بداية اللقاء. على كل حال خليني روح لعند زميلي فارس كرم قبل ما انضم له بالتعليق على أول 45 دقيقة من ديربي الكرة اللبنانية بكأس النخبة. الأنصار والنجمة دائما مباشرة وحصريا عبر شاشة MTV. بتمنى لكم أكيد متابعة طيبة وبرجع بلاقيكم بالتعليق على اللقاء وبين شوطي